مساء الخير. حراك سياسي يشهده الملف السوري واجتماعات دولية وإقليمية متعددة. العاصمة الإيطالية روما تحتضن بعد يومين اجتماعا بقيادة واشنطن ومشاركة دول غربية وإقليمية لبحث الملف السوري. كما ستعقد مجموعة أستانا اجتماعا مماثلا مطلع الشهر المقبل. حراك آخر في مجلس الأمن الدولي ومداولات بين أعضائه لتمديد تفويض آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. فماذا سينتج عن هذا الحراك؟ وهل سيتمكن من حلحلة الأمور واجتراح حلول جديدة؟ أما في المحور الثاني لحلقة اليوم، آلاف الضحايا ارتقوا تحت أيدي جلادي التعذيب في سوريا بحسب آخر تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب. رقم قد لا يكون مفاجئا بالنسبة للسوريين الذين خبروا إجرام النظام وميليشياته، لكن ماذا عن المجتمع الدولي الذي يدافع عن حقوق الإنسان وأبسطها حقه في الحياة؟ وما المطلوب للكشف عن جرائم التعذيب في معتقلات النظام وفضح جلاديه؟ مرحبا بكم. يشهد الملف السوري حراكا سياسيا واجتماعات دولية، حيث تحتضن العاصمة الإيطالية روما بعد غد الاثنين تحتضن اجتماعا بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة دول غربية وإقليمية. كما ستعقد مجموعة أستانا اجتماعا مماثلا مطلع الشهر المقبل. هذا ويتزامن الحراك السياسي مع مشروع قرار تقدم في مجلس الأمن بشأن تمديد تفويض آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا وسط تصعيد ميداني في إدلب. عبد القادر ضويحي والتفاصيل في هذا التقرير. في معسكرات الدول المعنية بالملف السوري ثمة قمم متلاحقة قاسمها المشترك وجود تركيا فيها، فمن معسكر أستانا الذي يتحضر للانعقاد في نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل إلى روما التي تتحضر هي الأخرى للقاء ترأسه واشنطن بعد يومين بشأن سوريا للغرض ذاته. وأمام القمتين تحضر أنقرة الفاعلة في عدة مسارات، ثمة حراك سياسي يجري الآن ولا سيما أنه الأول في عهد بايدن. تستبق واشنطن قمم حلفائها وخصومها وتبعث برسائلها الحادة، لا تقترب من الأسد ولا تطبع معه، فعقوباتنا حاضرة ضمن قيصر لكل من يخرق قانونا وضعناه. تتابع الخارجية الأمريكية وتقول لمن يريد أن يطبع: انظروا إلى جرائم بشار الأسد بحق شعبه ومن ثم قرروا ما تريدون. أمام رسائل واشنطن والاستعداد لقمتين في غضون أسبوعين، تقود الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعا دوليا لبحث الملف السوري في العاصمة الإيطالية روما. قد يكون عاديا لكنه الأول في عهد الرئيس جو بايدن، فمسارات الاجتماع وأجندته تشير إلى طابع إنساني، حيث تسعى واشنطن إلى حشد الدول لتمديد المساعدات الأممية للسوريين. حشد سيقابل فيتو روسي محتمل في أروقة مجلس الأمن الدولي. اجتماع روما الذي ستشارك به دول جديدة أبرزها تركيا وقطر، إضافة إلى المبعوث الأممي جير بيدرسون، تأتي قبل أيام من اجتماع في أستانا، وذاك اجتماع تحضره أنقرة أيضا. فمن أستانا إلى روما وما بينهما إدلب التي تتعرض لقصف من النظام وروسيا للأسبوع الثالث على التوالي. ثمة حراك سياسي يصطدم ببارود في إدلب، فهل تنجح روما وأستانا في ضبط إيقاع المشهد أم أنها لن تكون سوى إضافة إلى روزنامة الاجتماعات الدولية؟ فهل يكون اجتماع روما والصدام المقبل في مجلس الأمن فهرسا أمريكيا لإنهاء تفرد الروس بسوريا؟ للحوار والتحليل ينضم إلينا الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور رضوان زيادة، وهو معنا من واشنطن. وأيضا ينضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمود الحمزة.
أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك دكتور رضوان زيادة، يعني كيف تفسر رسائل واشنطن إلى اللاعبين والفاعلين الإقليميين والدوليين في روما وأستانا يعني قبل هذين الاجتماعين بالتحذير من التطبيع مع الأسد؟ في الحقيقة هذه لأول مرة منذ وصول إدارة بايدن إلى البيت الأبيض نجد أن هناك دبلوماسية أمريكية نشطة فيما يتعلق بالملف السوري. هناك ثلاث خطوات مهمة ورئيسية. أولاً تصريح واضح من مساعد وزير الخارجية الأمريكي جون هود بأن أي تطبيع مع نظام الأسد من كيانات أو تقريباً حكومات عربية سوف يقابل بعقوبات من قانون قيصر. وبنفس الوقت الخطوة الثانية هو قيادة الولايات المتحدة للمجموعة الدولية مجدداً الذي كانت تحت ما يسمى ISS Group يعني المجموعة الدولية لدعم سوريا، لكن أضيف لها لأول مرة تركيا وقطر. والخطوة الثالثة والمهمة برأيي هي النشاط عبر مجلس الأمن تقديم مشروع قرار جديد ليس فقط لقبول بمعبر وحيد وإنما ثلاث معابر، بعد أن انتقدت الولايات المتحدة المشروع المقدم من قبل هولندا والذي ينص على معبري العربية وباب الهواء. وبالتالي نستطيع أن نقول أن الولايات المتحدة بعد 5 أشهر من استلام البيت الأبيض إدارة بايدن بدأت تنحو باتجاه دبلوماسية نشطة للملف السوري، وأعتقد أننا سوف نجد بعض النتائج ربما خلال هذه الاجتماعات القادمة. دكتور رضوان، هذه الدبلوماسية النشطة التي تتحدث عنها يعني هل هي فقط واشنطن تريد الحراك من الجانب السياسي أم أن هناك يعني سيناريوهات أخرى محتملة ربما؟ ما زال تقريبا السياسة المحددة للخارجية الأمريكية هو التركيز على فكرة المساعدات الإنسانية، وبالتالي ربما نتوقع أن الاجتماع المقبل في روما ربما يبحث هذه المسألة والبديل في حال استخدمت روسيا حق النقد الفيتو أو آليات من أجل الضغط على موسكو لمنعها من استخدام حق النقد الفيتو. وبالتالي هناك أولوية لهذا الملف بالنسبة للخارجية الأمريكية بشكل كبير. إلى الآن لا نعرف تقريبا مدى تركيز الولايات المتحدة على إنفاذ القرار 2254 والذي ينص على تقريبا الانتقال السياسي والذي هو أولوية بالنسبة للشعب السوري والمعارضة، لكن بكل الأحوال أعتقد أن الاستعصاء في ملف المساعدات الإنسانية سوف يقود بشكل أو بآخر إلى بداية الاهتمام بملف الانتقال السياسي. نعم دكتور محمود الحمزة، واشنطن تسعى إلى مواجهة الفيتو الروسي المحتمل بشأن تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، هل تعتقد أنها ستنجح في هذا الأمر يعني في ظل يعني السياسة الروسية المستمرة في سوريا؟ أولا مساء الخير لك أخي وسيم وللصديق العزيز دكتور رضوان. الحقيقة أن الموقف الروسي يعني له عدة سمات، هو من جانب مصر ومستمر على دعم النظام وعلى أن النظام يجب أن يسود في كل الأراضي السورية ويسيطر على كل المعابر وعلى المساعدات، يشرف على المساعدات وإلى آخره. هذه يعني نظرية ثابتة عند الروس، لكن الأوضاع يعني العلاقات الروسية الغربية عموما الأمريكية والأوروبية بشكل خاص يعني والتوتر الكبير جدا بالرغم من القمة بوتين بايدن لم يحدث هناك اختراق في العلاقات، يعني بعد القمة مباشرة أعلنت واشنطن أنها ستتخذ عقوبات ضد روسيا لأسباب الانتهاك حقوق الإنسان وغيرها. ولذلك روسيا يعني أعتقد يعني حتى ألخص الموقف الروسي، أعتقد الروس يعني يبحثون عن صفقة مع الأمريكان، يعني هم مستعدين يتنازلوا عن موضوع المعابر أو مثلا يمددوا لمعبر واحد على الأقل ولكن ليس بدون ثمن. مقابل يعني ماذا؟ يعني مقابل قد يكون انفراج في موضوع معين، يعني يتعلق بالعلاقات الثنائية، يتعلق بأوكرانيا، يتعلق بالوضع الداخلي، قد يكون يعني الدور الروسي في الداخل. وحتى بوتين يعني لما طرح على بايدن أنه احنا يعني حاول يقنعه أنه الأسد يعني لازم نمد إيدنا له ونساعد سوريا ونعيد الإعمار وإلى آخره، وأنه الشركات الروسية والأمريكية راح تستفيد، يعني لعب على وتر الأمور البراغماتية والمصالح الاقتصادية.
طبعا الرد الأمريكي كان جيد حقيقة ومختصر وواضح بأن هذا شخص غير موثوق الأسد ولا يمكن أن نتعامل معه. يعني عمليا الروس إلى آخر لحظة قد يفاجئوننا بموقف معين إذا حدثت صفقة معينة، لأنه المسؤولين الروس أعلنوا أنه موقفهم بوضوح أنه نحن ضد تمديد المعابر لأنه هذا يخل بالسيادة ومن هالأسطوانة المعروفة، بالرغم من أنه هذا سيعرض حياة الملايين إلى الخطر من ناحية الإنسانية، ولكن هم يهمهم سيادة النظام، سيادة الأسد وليس سيادة سوريا كدولة وكشعب. بالتالي هم يعني أعلنوا أنه حتى موعد جلسة مجلس الأمن ب 11 يوليو تموز لسه في وقت، يعني ممكن نبحث هذه الأمور. يعني هم أعتقد يعني يبازرون بهذا الموضوع، يريد أن يصلوا إلى مكاسب معينة، لقاء تمديد المعبر لسنة واحدة. للأسف الشديد موقف لا أخلاقي أبدا. نعم، ولكن دكتور محمود الحمزة، كيف يفسر هذا الحراك السياسي الخارجي الذي يقابله تصعيد عسكري من قبل روسيا والنظام في إدلب تحديدا؟ هلا التصعيد العسكري الروسي هي كلها متشابكة للأمور، يعني بعد القمة نشوف أنه في ملفات كثير انفتحت ومترابطة. طبعا كونه في بشهر القادم بده يصير موعد مجلس الأمن لمناقشة المعابر، هذا موضوع فرض نفسه على الأحداث حقيقة. لكن أيضا الروس قاموا بتصعيد العسكري مع النظام في مناطق إدلب ومناطق أخرى، طبعا هم يريد أن يضغطوا ميدانيين ويقولوا أن هناك إرهابيين. يعني نحن لا نستطيع أن نوافق على موضوع المعابر لأنه سيقع بيد المساعدات الإنسانية، ستذهب إلى الإرهابيين أو يعني ستوزع بطريقة غير صحيحة. يعني هذا الضغط الميداني هو لتحقيق مكاسب سياسية واضحة، يعني لأنه الأجواء كانت هادئة شوي تقريبا في المنطقة. نعم. يعني في شمال سوريا. نعم، من هذا الضغط الميداني الذي تحدث عنه الدكتور محمود الحمزة، دكتور رضوان زيادة، يعني هل تعتقد أن تحقق روسيا أي مكسب من هذا الضغط قبل هذه الاجتماعات أو قبل موعد جلسة الأمن الخاصة بتجديد آلية المساعدات الإنسانية؟ في الحقيقة لا نعرف، لكن تقريبا الممارسات السابقة تؤكد أن روسيا سوف تلتزم بالرسالة التي أرسلتها للأمين العام للأمم المتحدة وتستخدم حق النقد الفيتو. الرسالة واضحة بلغتها وبتقريبا، ولدينا تجارب سابقة عندما يعني أرسلت رسائل مشابهة روسيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة التزمت باستخدام حق النقد الفيتو، إلا إذا كان هناك تغيير جوهري في مشروع القرار. وأعتقد يعني ليس هناك خيار آخر، هناك معبر وحيد، إما أن يغلق وإما أن يبقى مفتوحا لمساعدات وكالات الأمم المتحدة. هل سوف يحمل الاجتماع يوم الاثنين ضغوط دولية جديدة على روسيا تسمح لها بتغيير موقفها؟ لا أعتقد ذلك. لذلك يجب أن يكون هناك على الولايات المتحدة أن تبحث الخيارات البديلة بشكل أو بآخر. يعني تهديد روسيا باستخدام حق النقد غالبا ما كانت تلتزم به، وبالتالي يجب أن يكون هناك رؤية بالنسبة للولايات المتحدة للبدائل. ولذلك من المهم مشاركة تركيا لأول مرة في هذا الاجتماع، ومن المهم أيضا أن الدول الخليجية وخاصة السعودية وقطر تكون بشكل أو بآخر على نفس المحور. شهدنا خلال السنوات الماضية للأسف تشتت أو انقسام في هذا المحور المؤيد للثورة السورية، الآن مع عودته بشكل أو بآخر إلى التنسيق مع الولايات المتحدة ومع تركيا، هذا يساعد بشكل كبير المعارضة السورية ويساعد تقريبا إلى الالتزام بخيارات إمرار المساعدات الإنسانية لمخيمات اللجوء في الشمال السوري. نعم، دكتور محمود الحمزة، يعني كيف تنظر إلى مشاركة تركيا في اجتماع روما يوم الاثنين وهي أيضا مشاركة أساسية في اجتماعات أستانا؟ الحقيقة هذا يعني أمر إيجابي جدا، مشاركة تركيا وقطر في الاجتماع، وهي من الدول التي تدعم الشعب السوري بشكل واضح. يعني عمليا هذا كما تحدث الدكتور رضوان، يعني هذا شيء جديد في الدبلوماسية الأمريكية بعهد إدارة بايدن أنهم يترأسوا اجتماع كبير للدول التي تسمي نفسها أصدقاء للشعب السوري. وبالتالي يعني أتمنى ألا يقتصر هذا الاجتماع على موضوع المساعدات الإنسانية،
أن يطرح الموضوع السياسي ويبحث عن حل سياسي، لأن المعابر يعني هي مهمة إنسانية لكنها هي جزء من المشكلة السورية الكبيرة التي يجب أن يوضع لها حد، هذه المأساة وهذه الكارثة الإنسانية التي نتجت عن وحشية النظام ودعم حلفائه والقتل والتشريد والتدمير التي مارسه النظام الأسد. يعني عمليا أمريكا حقيقة من ناحية أخلاقية حتى عليها أن تفكر الآن بحل سياسي، أو أن تحاول أن تفرض على الأقل قرار مجلس الأمن 2254 على النظام السوري. وإذا قررت أمريكا ذلك ثقوا تماما أن روسيا لن تقف عقبة أمام الموقف الأمريكي، لأنها ليس غير قادرة على مجابهة أمريكا. بالتالي يعني إحنا يجب أن نشير بإصبعنا يعني إلى المركز الثقل في كل الموضوع السوري هو الموقف الأمريكي، وتركيزهم على المعابر الإنسانية فقط هذا غير كافي وغير مقنع وغير منطقي بعد 10 سنوات ونحن نتأمل من المجتمع الدولي الحر الديمقراطي الذي يسمونه ديمقراطي بين قوسين، لأنه يبدو الديمقراطية لهم فقط لشعوبهم وليست لشعوب المنطقة، نريدهم أن يساهموا حقيقة بمساعدة الشعب السوري. يعني عمليا المعابر، يعني لماذا روسيا معروف يعني روسيا أصبحت تتحكم حتى بالجانب الإنساني، يعني لم تكتفي بالقصف والقتل ودعم النظام في كل جرائمه، أيضا الآن تريد أن تخنق الناس وتموتهم من الجوع. فيجب إيجاد حل جذري نوعي جديد، يعني يجب إدخال مثلا الأمم المتحدة الجمعية العمومية. لا يعقل أن يكون مجلس الأمن رهينة بيد روسيا، وخاصة أنها تدعم طغمة حاكمة، يعني طغمة قاتلة ومستبدة وفاسدة، والشعب السوري وصل لحالة لم يعد لا تطاق. يعني فالأمريكان والأوروبيين عليهم واجب أخلاقي وإنساني أن يفكروا بوضع حد لهذه المأساة، ووضع حد للعربدة الروسية والإيرانية ونظام الأسد والميليشيات وسلطات الأمر الواقع الموجودة في مناطق سوريا المختلفة. وهذا ما يطلبه السوريون. يعني دكتور رضوان زيادة، هل تتوقع أن تخطو الولايات المتحدة الأمريكية خطوة أكبر من يعني الجانب الإنساني وبخصوص المعابر عبر الحدود؟ في الحقيقة يعني لا شك في هذا الإطار، ولا أعرف إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للتركيز على ملف الإدارة السياسي كما كانت يعني في عهد إدارة أوباما وكيري. كيري تقريبا وزير خارجية الأسبق، يعني الملف السوري استغرق أكثر من 30% من وقته خلال 4 سنوات، ورغم ذلك إنه لم يصل إلى نتائج حقيقية على الأرض، لأن الملف السوري بشكل يعني أصبح تركيز على صراعات عسكرية، ووجود القواعد العسكرية الروسية في سوريا ليس بالأمر الهين. يعني لا تستطيع الولايات المتحدة أن تتجاوز هذه القواعد العسكرية بسهولة وتقول أنه ليس هي موجودة. روسيا لديها استثمار عسكري وسياسي ودبلوماسي كبير في سوريا. يعني أذكر تفصيل بسيط تعبير المثال، إنه خلال الاجتماع الأخير بين الرئيس بوتين وبين الرئيس بايدن، بوتين كان لديه المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا كمستشار خاص له في هذه القمة، في حين بايدن لم يكن لديه أي مستشار خاص بسوريا خلال هذه الاجتماع. وبالتالي روسيا من جهتها تعتبر أن الملف السوري أولوية بالنسبة لها، لكن الولايات المتحدة إلى الآن لا تعتبر الملف السوري كأولوية لها بالنسبة لها في مفاوضاتها مع روسيا. لديها ملفات أخرى، لكنها بشكل أو بآخر يعني تأخذ وتتعامل مع الأزمة السورية كأزمة إنسانية فقط. الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور رضوان زيادة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وجزيل الشكر أيضا للأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمود الحمزة كان معنا من موسكو. مشاهدينا بعد الفاصل المحور الثاني لسوريا اليوم.